هدى رودي. الشاعر والنحات رودي رحمه، اهلا وسهلا فيك باستراليا من لبنان. اهلا فيكم، نحن كثير متشوقين لنشوفك، دائما نسمع عنك. والله العظيم كمان انا بدل استقبال من المحبين للاستاذ والشاعر والنحات والرسام الاستاذ رودي رحمه. خليني اتعلق حلو، كلنا بانتظار هذه الموسيقى الجميله سوف تكون مميزة بإذن الله. كما نرى الناس بدأت تتوافد وتسلم على الأستاذ الشاعر رودي رحمة الذي شرفنا بالزيارة إلى أستراليا. وطبعا كما نرى اليوم ليدي أوف لبنان تقيم له أمسية شعرية والإلقاء الضوء على رسوماته والأشياء التي يقدمها منذ زمن. كما نرى الفنانة الرسامة أول الحضور مارسيل منصور حبيبة قلبي والأستاذ موريس منصور والأستاذ، كلنا مبسوطين اليوم، كلنا مبسوطين لأنه جايين نشوف المعرض والنحت. بس بدي كلمة، ماذا تقولين اليوم لرودي رحمة؟ رودي رحمي هنيئا لكل المنحوتات اللي بتعملها، هو فنان عالمي مشهور كتير، وانا very excited انا كتير اني اجي اتعرف عليه ولا مرة شفته واتعرف على الفن بتاعه. استاذ موريس ماذا تقول اليوم؟ في الحقيقة احنا نفتخر برودي الشخص العربي اللبناني الاصيل، يرفع راسنا، نحات معروف. أنا قريت عنه وسمعت عنه لكن ما عرفوش. أنا جاي أتعرف عليه شخصيا لأنه أنا فخور بأنه أشوف نحته عظمة على عظمة. صحيح في شعر الليلة Poetry Night. Poetry Night كمان نسمع الشعر في جنة. هو فنان شاعر ونحات. هلا سأتكلم عنه قليلا. أهلا وسهلا أستاذ كمان موجود سيد. أهلا وسهلا بالشعراء اللي بدأوا يتوافدون والرسامين والحضور الكرام إلى Lady of Lebanon today لتكريم الأستاذ الشاعر النحات دوري رحمة. رودي رحمة. رودي رحمة. فنانة الرسامة مارسيل منصور بدها تسلم عليك. رسامة معروفة في أستراليا. مش قد طبعا لنا الشرف انه نشوفك اليوم ونسمع الشعر اليوم معك. ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك بأستراليا.